أجبية يسون هك أجبية 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 صلاة كم يبي النهارده في وجبة روحية عالية المهام، وبعد ما ناخد وجبة العالية يعني نقول بناخد شخصية من الجسم، احنا واخدين شخصية قدس الرسول وبالجسم، ولكن يبدو النهاردة مش هتكون وجبة واحدة بس. ليه؟ النهاردة الأربع الأخير من كل شهر بيبقى في إيه؟ حلقة صلاة، وهنبقى حلقة صلاة بالفيديو والشاشة، وهتبقى حلقة صلاة جميلة أوي، وممكن بين الصلاة والتانية يبقى فيه تدريب في شغل، يعني شغل الأستاذ ملاك كان شغل حلو. فأرجوكم خلوا بالكم معايا في المحاضرة الأولى دي، لأنها مهمة جدا جدا. قدموا للرب مزمور 28 في الساعة الثالثة، احنا خدنا سؤال فاكر الأسبوع اللي فات مزمور من بابل، النهاردة هنعمل مزمور من الثالثة. قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب أبناء الجلاس، قدموا للرب مجدا وكرامة، قدموا للرب مجدا لابنه، اذكروا للرب في ذات القدس صوت الرب على المياه، اله المجد ارعد، الرب على المياه كثيرة، صوت الرب بقوة، صوت الرب بجلال عظيم، صوت الرب حتى من الارض، الرب يغسل الارض لبنان، فتقبل مثل عجز من لبنان الضبون، مثل ابن وحيد القلب. صوت الرب يقطع في النار، صوت الرب ينزل القبر، الرب ينزل بريد القدس. قدموا للرب. نقدم ايه للرب؟ قدموا للرب يا ابناء الله. في فرق بين عبد وابن. العبد يقدم ايه؟ اي حاجه، الامر المطلوب. لما الابن يقدم ايه؟ انا هقول 13 نقطه بس هتكون في وسط الكلام، الشاطر فيكم يطلع لي ال 13، هي دي الجايزه بقى. مش هقول واحد او اثنين وبتكتب ورايا، لا انا هجيبها سايحه، وانتوا بقى بشطارتكم اللي انا شايفكم شطار كده تطلعوا لي 13 نقطة. ماذا نقدم للرب؟ انا ربي حاسس اني ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه تليق بربنا، وعاوز اعمله حاجه، عايز اقدم حاجه. هديلك تشبيه وهتقدري تعرفي انا عاوز اقول ايه. لو جه ابنك مع حصاله، وكل ما تديله حاجه يروح حاطط في الحصاله، حاطط في الحصاله، جه في يوم من الايام
فضل حفارة كلها، خد الفلوس اللي فيها وراح جاب لك هدية. الله، ايه رأيك بقى؟ تعمل ايه في ابنك ده؟ تحويشة العمر حبيبي اللي فرحان بيها واللي نفسه تكتر، وكل ما ياخد 50 قرش ولا جنيه زيادة يجي ويحطها في الحفارة فرحان، يجي وفضي الفلوس دي كلها. يا بابا ده النهارده عيد ميلادك، يا ده انت ناسي النهارده عيد ميلادك، بس الواد فاكر وجاب كل اللي عنده وزيدك. يا سلام، هيا دي بقى عايزين نقدم حاجه لربنا. اوعى تقول انا بصلي وهي دي صلاه، اوعى تقول انا بحط العشور وهو ده مبلغ، اوعى تقول انا مش عارف اعمل ايه ولا حاجه. بتعمل ايه؟ ما بتعملش حاجه، ولا انت بتعمل حاجه، ولا انت عارفه تعمل حاجه. عايزه هدي ربنا، عايزه تجيب حاجه، حاجه كده تفرح تفرح عند الملائكه وعند مش محتاج. وهو الأب لما ابنه جاب له هدية بتحويشة الأمر، ما هي الفلوس دي من أبوه، إنما بتحدث ما بتحدث. عايزين نعمل زي العادي، نقدم لربنا. أول حاجة نقدمها لربنا يا ابني اعتني. يا ابني اعطيني قلبك والدماء على اذنك. اذا لابد انك انت القلب يشتغل. التقدمه تحسب بمقدار الحب اللي فيها، الحب اللي فيها شاكبة الطيب. هو ربنا بتاع طيب، وهو ربنا بتاع برفان. من امتى المسيح بيحط برفان؟ راح تجيب له طيب، ما هو الطيب ده زي برفان ايامنا مثلا، بس ده زمان. تجيب له طيب اكتر من 300 دينار وروح تلقاه عليه. شاكبة الطيب اللي أعتر من حبها. طب اديله نقطة، ده نقطة من الطيب ده تعطل الواحد يوم كامل، كل يوم اديله نقطة. لا، فجايين يتكلموا، يهوذا جاي يتكلم، وانت يهوذا اللي جاي تتكلم، ده هي ما شافتش المسيح كتير زيك. ده انت عملت معجزات الدنيا باسم المسيح، وجاي اليوم اللي انت فيه تنتهرها وتنتقدها على انها اعتدت الطيب. في نفس اليوم انت رايح تقول تدوني كام وانا اسلم لكم المسيح. يوم اربع نسخه، اربع بالليل. فرق كبير. نفسنا هو في اثنين كده مجننني، شاكبة الطيب والمجدلية، مش لهم حل دول. العطية تحسب بمقدار الحب اللي فيها. مرة البابا شنودة كان في مشكلة كبيرة أوي، فأمر إن الشعب كله يصوم 3 أيام. لعلكم تفتكروا الأيام دي لما صمنا تصلينا 3 أيام. وبعدين كان بيبص البابا لقى طفل
لا تركب من داعي أبدا حبيبي فاهم أين في الخيمة فاهم من أنت كان هو دافع 12 درجة فاهم من أنت من الناحة فاهم يا بص كده لفوق رد قال له لو أنت ما بصيتش لله في الخيمة دي كلها بص للطفل ده انظر إليه فاهم أكثر من 15 ساعة طفل هو ده الحب احنا عاوزين نقدم لربنا بس نقدمه الحب ما تقوليش انا قدمت العشور ولا تقول ان انا بصلي ولا تقول اي حاجه كل ده هو بدون حب ملوش لازمه فلازم نحن موضوع شخصي انا بحب ربنا فبتقدم له احسن حاجه في حياتي زي ناس تعودت المطريات بقت جزء من حياتها المطريه بسهوله يعني عشان هي بيقولوا قدموا الرب يا ابناء الله قدموا الرب يا ابناء الكباش قدموا الرب مجدا وكرامه قدموا الرب مجدا لاسمه مثل جوده للرب مثل كل شيء في ناس كده متعودين بسهوله بس مش قادرين يسجدوا كبر سن او مش قادرين يقفوا بس بحبهم كانهم ساجدين زي يعقوب يعقوب ابو الاباء لما سجد سجد ازاي؟ مين يعرف؟ على راس عصايته وبارك الاسم عشرة سبتة تبت سجدت ازاي على رأس العصاية ما كده من نوع عليها مسكنا كده وما كده عليها ده سكوت الروح أنا عارفكم النهاردة نعيش بحب المسيح لما تعمل حاجة اعملها بحب المسيح أنت بتخدم الله أمام بس بحب المسيح أنت بتدي أمام بس بحب المسيح مهما اديت ما تقولش اديت لأنك بتدي للمسيح حب مش بتديله عشور لا هوشع سفر هوشع في آية جميلة يقول إيه خذوا معاكم كلام وارجعوا لربنا كلام ماش خذوا معاكم خرفان كان هوشع كان أيام تقدمة الخرفان والذبائح خذوا معاكم كلام وارجعوا لربنا قولوا ارفع كل الاسم واكبر حسنة فلو كنت بسمع كلمة جاية ديك عقول شفاهنا يعني احنا بنصلي لك من بقنا بس اقبل بقنا ده الكلام اللي طالع دوت اقبله ذبائح مش ده اللي بنقوله في رحمة السلام ذبيحة تسبيح تمام رحمة السلام ذبيحة ذبيحة ايه؟ ذبيحة التسبيح فاحنا محتاجين ها محتاجين ان احنا لما نسبح من قلبنا مش مهم انت تقدم ايه ولكن المهم القلب وراء التقدمه زي ما قلت لكم الطفل صاحي يعرف ايه قلبه نقي 15 ساعه صايم عشان الكنيسه في مشكله وهو يعرف ايه يعني ايه مشكله ما يعرفش ايه يعني مشكله واخد صايم اهو ربنا يقبل الايمان ده ويقبل
قلب الطفل ده. فالبابا قال لك لو ربنا ما استجابش للناس دي كلها على الاقل يستجيب للطفل ده. ده البابا شنو ده؟ ساهم اكتر من 15 ساعه ده على طول ربنا يكمل. فاذا احنا نقدم اول حاجه قلبنا، نقدم ايه تاني؟ نقدم التسبيح مجدا لاسمه، نقدم التسبيح رحمة السلامة ذبيحة للتسبيح. التسبيح ده حاجة غالية أوي، ربنا بيحب التسبيح أوي. ونخبار في الدين في كل حياتهم هو التسبيح. فنقدم بالمسيح لله ذبيحة للتسبيح، رحمة السلامة ذبيحة للتسبيح، أي ثمر شفاء تنطق بشكر الله كل وقت. تقول أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، رايح تنام أشكرك يا رب، قمت من النوم رايح هنا ولا هنا تقول أشكرك يا رب، تشكر ربنا، أشكر على طول. أوعى بقك ده يقفل على الشغل، أشكرك يا رب لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعذبتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. نشكر ربنا، دي ذبيحة للتسبيح مهمة جدا. اذكر الرب في دار القدس، فالسجود مهم جدا. وفات المسيح قال الرب إلهك تثبت وإياه وحده تعبد. يعني أنت عدو الخير يا أستاذ، ها؟ أقول لك ده أنت تثبت في الله الرب وحده تعبد. فإحنا محتاجين إن إحنا نسبح ونذكر لربنا. السجود علامة الشكر، السجود علامة الحب، السجود علامة إن أنت مدين لربنا. إنما الثرى الميتة ديت، ها؟ وتقعد تشرب الصليب وأنت عملت التاو، وأقعد أنا أزعق وأقول اقفل بقك لما تتاو تشرب الصليب على بقك، ولا أنتوا هنا؟ عايزين تناموا. الثرى الحارة شفاية تنطق بشكر الله، ها؟ يا رب ارحم شعبك، كتر خيرك يا رب، كتر خيرك. السجود مشاعر تكون بركة كبيرة. أبو صمويل النبي كان يصعد من سنة إلى سنة إلى شيلوه لكي يخرج، يعني شوف يروح شيلوه من بيته لشيلوه اللي هو مكان الهيكل في المنطقة، ها؟ عشان يثبت، عشان يثبت. وهل احنا لما بنيجي الكنيسة بنثبت ولا بنضيع وقتنا في الكلام والرغي والرد؟ عشان يثبت ياخد المشوار ده كله بتاعه عشان يثبت. عشان كده ابنه طلع رجل صلاة، ابنه اسمه طلع رجل صلاة. ايه تاني قال لك في المزمور؟ اسجد الرب في دار القدس، صوت الرب على المياه، إله المجد أرعب، الرب على المياه كثيرة. إيه بقى صوت الرب على المياه؟ المياه إنسان عطشان، فتقدم لربنا سماع لكلمة ربنا. اللي بيستمع لكلمة ربنا دي لوحديها تقدمة. خلي بالك أنت جاي بتقدم لربنا بسماعك ودانك معايا فبتسمع. فسماع لله تقدمة له، الاستماع تقدمة. عشان كده قال إيه؟ خير من الذبيحة، الاستماع خير من الذبيحة.
أقدر من شعب الكباش. صوتك صوت مياه كثيرة، صوت جميل ورمز للشبع والارتواء. أنت جاي الاجتماع، أنت بتقدم من ربنا حاجة، أنت جاي تحت احتفال، وكلنا جايين احتفال، ففي تقدمة لربنا بنقدمها. إيه هي؟ إنك أنت بتستمع، أنت جاي عشان ربنا، مش جاي عشان أي حاجة عاوزاها ولا عشان ترضي أبونا، لا، أنت جاي تقدمي تقدمة. مين ربنا ما يهمهوش الفلوس زي ما قلت لكم، ده هو يغني المسكونة كلها، ولكن أنت من حبك في ربنا جاي تستمعي لكلمة ربنا، ولذلك أنت جاي تستمع وجايب حد معاك يستمع برضه. دي تقدمة، يبقى أنت تقدم لربنا، يقدمه للرب، نقدم ليه اجتماع، نقدم ليه سجود، نقدم ليه القلب، نقدم ليه كل الحب. صوت رفع المياه، إله المجد أرعد، كلمة أرعد جاي من كلمة رعد، وأنت عارفين الرعد حاجة تخوف، حاجة تخوف. لما الرعد بوم بوم في السماء كده في سحاب، تبقى عبارة عن تفاعلات كهربائية، يبقى الإنسان بيبقى خايف عشان ينزل مطر غزل الدنيا، وبلادنا ما تستحملش المطر، على طول البيوت تكركب. فإله المجد أرعد، يعني في صوت ربنا وفي عظات تزلزل الواحد، في عظات تغير الواحد، في عظات. يعني أتذكر إن في واحد كان مشي وحش في المنيا هنا، كان مشي مش كويس، استلمه أحد الخدام، خلى حياته من شيطان لملاك، لأني غذاه بالمية الروحية. يا ريت إحنا نشوف كده، نغذي أولادنا. يلا أقترح عليكم إنكم تحفظوا المزامير لأولادكم في البيت. يلا يا ابن حبيبي، صرت باكر 19 مزمور، لو حفظت 10 منهم ليك هدية، ليك هدية كبيرة، وتعمل هدية عشان ابنك حفيدك يحفظ. يا ريت كمان الخدام والخدمات يعملوا الفكرة دي، وكل من يخدم اللي يحفظ مثلا صلاة نصف الليل، خدمة من خدمات نصف الليل، دي جايزة كبيرة. إذا ما كنتوش هتعملوا كده أولادكم مش هيحفظوا، ولو كبروا وعدوا سن الجامعة مش هيحفظوا، لأن التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، التعليم في الكبر كان نقش أمام. ابنك حافظ كم مضمون، بنتك حافظة كم مضمون، نقدر كده يوصل شرنا من غير أشبية؟ ها؟ ولا مش حافظين؟ يبقى إيه الفائدة؟ احفظ المزامير، المزامير تحفظك، ما تنسوش الحكايه دي مهمه جدا. ايه تاني يا اولاد؟ صوت الرب يحطم الارض، الارض ده شجر، شجر كبير من لبنان، خشب الارض ده خشب كبير، شجر كبير حطم الكبرياء. انت تقرا كده تقول يا رب انا دلوقتي فهمت ان الكبرياء، الكبرياء خطيه كبيره، الكبرياء هي راس الخطايا، اديني من فضلك الاتداع، اديني، انا عايز اقدم لك حاجه يا رب، عايز اقدم لك حاجه، عايز اقدم لك اتداع، مش عايز اقف انا كده عامل الشجره المنفوخه، لا انا عايز بكلامك ده يا ربي ممكن بكلامك دوت
حتى مؤذن تاني مثل ابن وحيد القرن صوت الرب يقطع لهيب النار. أما ليه صوت الرب يقطع لهيب النار؟ أي نار بقى بيتكلم معانا هنا داود؟ النار نوعين، في نار الحب جلد مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، وفي نار العذاب. أنت هتختار إيه في اليوم؟ نار الحب. في واحد كده يقف يصلي يلاقي إيه؟ نار في صدره، حرارة روحية مش عارف يخلص. ليه؟ كلام حلو ده، النار في القلب. يا ريت احنا برضو نقدم لربنا صلاة، يبقى نقدمها بنار، نقدمها زي النار كده، زي بدموع منسكبة، نار، نار الحب اسمها. صوت مياه كثيرة وصوت مياه ابتدع وانكسر. بقول حاضر، الإنسان المبتدع دايما يقول حاضر، ما يقعدش بقى يغلغل بلاش تتحول. وبعدين بيقول لك هنا ايه؟ الرب يكسر ارض لبنان فتقفز مثل عجل لبنان، وسربون مثل ابن وحيد القرن، صوت الرب يقطع لهيب النار. يعني ربنا ما بيحبش الزينه زي وحيد القرن دوت اللي هو نوع من الحيوانات القويه. يعني ربنا ما بيحبش، ما يحبش الانسان الفيلسوف، ما يحبش الانسان يلعب بالاطفال. ربنا يحب الناس المبتدعه. صوت الرب يزلزل القبر، الرب يزلزل البلاد القادش. صوت الرب يولد الايائد. يعني ايه يولد الايائد؟ ايائد يعني خذلان. يعني صوت الرب، صوت الرب يدي صمت ان الايائد دي تولد. الولاده ديت معناها ان في ثمر، ثمر روحي. هل انت بتفتح المنديل وتطلع معايا ولا سرحانين يا جماعه؟ معايا؟ معايا؟ هل انت لما تفتح المنديل وتطلع بتدور على حاجه ناقصاك؟ ولا بتغلى كتير ولا تحشقان؟ النهارده قريت ثلاث اربع ساعات وضميرك مرتاح؟ لا، لازم تدور على حاجة ناقصاك، شر أو شبه الشر تدور عليه وما تعملوش. عشان كده المزمور بيقول لك صوت الرب يولد الأيائد. يعني في ثمر، في حاجة في ثمر للقراية بتاعتك. أعلى حاجة زي مثلا قديس العظيم أنبرتونيوس لما أرى إن أردت أن تكون كما إذا ربع كل أموالك عمل بالوصية دي. شوف لما عمل بالوصية دي إيه اللي حصل معاه؟ حصل معاه حاجات عظيمة جدا جدا. هل في ثمر في حياتك؟ هل أنت أحسن من إمبارح؟ وأنت يا ماما انت احسن من امبارح، احسن من السنه اللي فاتت؟ ده لازم يكون في ثمر. فين الثمر بتاعي؟ بتحبي اي بحب؟ طب فين؟ طب احنا كده شروط المحبه ايه؟ محبه فرح سلام وداع طولانيه وداع تعافي لطف. عندك لطف كده وعندك طول بال. عندك لما ابنك ينرفزك بتتنرفزي؟ العيال صح الايام ديت العيال ينرفزوا مش مطيعين الجيل اللي احنا فيه كده، ولسه ربنا يستر على الجيل اللي جاي. اللي هو بيقول لك الذكاء الاصطناعي ده مش عارفين يعملوا ايه بعد كده، ها؟ مش عارفين يعملوا ايه؟ ما هو لازم احنا بقى نصبر. ما فيش علاج لينا غير ان نصبر ونسلمهم. لازم تولد الايام ثمر الروح، ولادة الاذان، الحياه الروحيه، اجمل ما فيها ثمر تزداد علاقتك مع الله، الصلاه بتصلي، هل بتصلي بدموع؟ هل بتصلي متراجع؟
هل بتصلي وانت باسط ايديك؟ هل انت بتصلي منتظم؟ هل بتحب الصلاه؟ هل بتصلي لغيرك؟ هل بتصلي لعدوك؟ هل بتصلي لكل الناس؟ مش كده؟ سامعني ولا بتحاول ولا تكلمه؟ وبعد كده يقول لك ايه في المزمور؟ الرب يسكن في الطوفان. ومين؟ لو جالك طوفان ما تخافش، لان ربنا فيه. الرب يسكن في الطوفان. ما كان في طوفان؟ كان في طوفان. مش ما كانش في طوفان، ولكن عمل حاجه لنوح واولاده، لمسهم غرقوا. بالعكس كانوا قاعدين في غواصه، مش كده؟ الرب يسكن في الطوفان. كل ده لانك بتقدم صلاه، بتقدم حب لربنا، بتقدم عمق لربنا، بتقدم اعظم ما تستطيع ان تقدمه. ايه تاني؟ حلو قوي لما يقول لك صوت الرب يحط من قبلها ويولد الصلاه. لو حصل طوفان انت بحجر ربنا، اقفل في طوفان. ده اول ما كان في مطر والناس خايفه، افرض في طوفان مش مطر، هتبقى انت بحجر ربنا، مش هجرالك حاجه. ما تخافوش، عيشوا معاه، ده هو ابوكم، لازم تشعروا بيه. وما تقدرش تستغنى عن ربنا. اوعى تفتكر ان فلوسك تغنيك عن ربنا، اوعى تفتكر معارفك قرايبك ملهمش لازمه. ده مره واحد شايل ابنه كده، وبعدين في ورده حلوه كده، فالاب بيقول لابنه شم كده بس اوعى تقطعها، لو قطعتها هتموت. فالواد شم الورد وراح قطعها، راح الاب نزله، خلاص مش هشيله. لو هذا عمله لا خرب الدنيا، متمرمط في التراب، لا لازم تشيلني، لازم تشيلني. لا طب ما انت غلطت. لا ما اعرفش. لا الاب فعلا ميت وراح شاله. احنا كده بنعمل معاها. ما تعملش الخطيه، بلاش احسن اذعن. هعمل عملت، يجي ربنا يودي وش بعيد. انت تصرخ، ما تقدرش تعيش من غير ربنا. هتقدر تعيش من ربنا؟ ما نقدرش نعيش دقيقه واحده من غيره. لما هتصرخ له يقول لك تعالى، روح شايلك وحطك في حضنك. هو حكاينا انت في نظر الله ايه؟ انت في نظر الله ابنه. والابن ده حبيب، حبيب لي. وهو لما صعد السماء صعد لكي ما يعد مكانا لاولاده. يبقى ايه؟ نقرا بقى المزمور. ايه ده؟ ده مضمون ضمن المضامين. لا قدموا للرب يا ابناء الله، قدموا للرب ابناء الكباش، قدموا للرب مجدا وكرامه. مضمون ذلك قال في الساعه الثالثه. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي ايه؟ اتكلمنا دلوقتي على حاجات كثيره عن إذا نقدم لربنا، نقدم له قلبك، نقدم له سجودك، نقدم له ساكبة الطيب قدمت ماليها، نقدم له نار لو تسقي هشع ذبيحة، عبور شفاء، نقتل وقتها، نملة خمسة، نقدم له أقصى ما أستطيع أن أفعله. قدموا أقصى ما أستطيع أن أفعله، هو مقبول. قدموا لربنا التسبيح.
التسبيح، هذا التسبيح تسبيح التلاميذ لتقديمه لربنا، قدم للرب ايه تاني؟ قدمه ذبيحة التسبيح الاستماع، قدم له ثبوت، قدم له انه يبقى هو ملك زي المفروض انه قدمه للطفل يسوع. كل الحاجات دي قدم ربنا مخافة، مخافة ما تزعلوش نار، لما نار الحب او نار العذاب قدم ربنا صوت الرب يرضى عليك النار، قدم الرب مياه كثيرة يعني تشفع للأمين، نقدم الرب ثمر لولادة الأيائر. كل ده احنا قلناه، لو قال الطوفان ثق إن أنت هتكون في حب المسيح. ربنا يبارك فيكم ويحفظ عليكم. ودلوقتي في حلقة الصلاة بقى نشوف بقى